أفلام الرعب. من يحل واجباته المدرسية؟ مرحبا يا ديانا، استراحة يا جافا. آسف جافا يصرخ. لا تأسف، لقد كنت رائعا، كنت أروع مسخ مشاع رأيته في حياتي. ألا تكفي الوحوش في حياتكم العادية حتى تصنعوا لها فيلما أيضا؟ تماما، ويجب تصويره الليلة. القمر كامل وفي أقرب نقطة للأرض، وبهذا يا ديانا فالإضاءة مرعبة. مرعبة ها؟ قل غير موجودة. حسناً، بعض الغيوم، لكني لن أستسلم. هذه الفرصة لا تأتي إلا كل 500 سنة، أتفهمين؟ تسهرين لماذا؟ أتذكر معرض العلوم الماضي؟ حصلت على المركز الثاني بمعجون الشوكولاتة الغبي. لم يكن غبياً بل مبتكراً، إلا أنه صبغ الأسنان باللون البني. على كل، سأفوز بالمركز الأول مهما كلفني ذلك. حسناً، سأصدق. ما هو مشروع هذا العام؟ اخترعت حلوى حرارية وكان مذاقها كالوحل، وانفجر مسح الكلاب الضوئي، ثم وجدت اختراعاً حتماً سيفوز. ما هذا؟ رشاشة جبيرة. اكسر ذراعك أو رأسك فلا تحتاج إلا رشة. رائحته كريهة، كما أنه يتساقط يا ديانا. إنها عيوب يسهل إصلاحها، سأكتشف عامل التماسك وأفوز. المركز غريب، لم يتصلوا ليلا من قبل. استغل المهمة وتدرب على دورك حتى أعود لك يا جافا. أهلا
العملاء، جميل أنكما أتيتما سريعا. أنت تجيدين الرقص؟ حتى أنا أحتاج أحيانا إلى تغيير. إذن ما الأمر؟ وحش هاجم الناس في سينما السيارات بالقرب من جامعة تورينجتون. يا للهول، وحش بالقرب منا؟ ماذا حدث؟ منذ دقائق تحركوا سريعا لتقبضوا عليه. سينما سيارات، ربما قرين جني من فينوس، إنهم ينجذبون للأضواء. جني؟ ليس أكثر من مراهقين أصيبوا بنوبة مرض السكري من كثرة الحلوى. مهما يكن، الوحش ينتظر. ما زلت عند رأيك يا ديانا؟ الشاشة محترقة، ولكني لا أرى أثراً لنار. رمل أحمر، أين رأيته من قبل؟ فيلم الهجوم بالطبع. بالطبع ماذا؟ في الفيلم النمل العملاق يحول الناس لرمل أحمر. واضح أن هذا هو ما حدث هنا. الواضح أن علينا الاتصال بالأرصاد لنسأل عن إعصار مرة هنا. أشعر أن الأرصاد لن تساعدنا أبداً. ما هذا؟ أظنها نملة أكولة، فهم يحبون الأكل. لنرى إن كانت تحب الحلوى. إذن لا تحب الحلوى. أفكر في استخدام هذا في مشروعي، قد يكون عامل التماسك. لا أعتقد أنه الوقت المناسب للتفكير في المشروع، بل للتفكير في خطة بديلة. ساعة الغد تعمل، اختيار الشبكة. ستقرضه سريعا، اركضي. دورنا في الجري. ربما ستذهب إلى جحر عملاق في مكان ما. طبعا لا. ماذا نفعل؟ هل نهرب؟ لن نبتعد، إنهم يتحركون. ألم تري الفيلم؟ لا أحب غباء أفلام الخيال العلمي. أنام قبل النهاية. النهاية؟ حاولوا كل شيء، المسدس، القنابل، النيران، ولم ينجحوا. وفي النهاية اكتشفنا نقطة ضعفهم، الصوت. ماذا تفعل؟ اصرخي. أأنت مجنون؟ نحن لسنا في فيلم، ماذا سنفعل مع هذا؟ فلتتباهى لاحقاً يا مارتن، يجب الآن أن نكتشف ما يحدث. فعلاً، أقصد وحوش الأفلام يأتون للواقع. هذا أغرب ما رأيت. هذا طائر؟ ما يكن فهو متمركز في هذا المكان. ربما يبحث عن طعام. أظن الطعام لا يعجبه.
صادق، ربما قد يصلح لتمسك اختراعي. أرحل هذا الشيء أم ما زال هنا؟ نعم، ما زال يدور في الهواء. ماذا حدث؟ لا أعلم، كنت أقرأ لحين خروج الأولاد من سينما السيارات فغلبني النوم، استيقظت فوجدت هذا الشيء يحطم المكان كله. هل وصفته لي؟ كبير، مخيف، هذا ما أذكر. لقد عاد. وحش الشاطئ. ماذا؟ وحش الشاطئ. كنت تقرأ قصة هزلية لحظتها صح؟ نعم، كيف عرفت؟ أنا خبير في القصص الهزلية. إذن كيف انتهت؟ خرطوم حريق، ألديك؟ بالخلف، لماذا؟ أنا وديانا سنخرج. أنت مجنون؟ أسقط عليه خزان ماء، لكن تصرفنا بما نملك. وحش من فيلم وآخر من قصة؟ أنا لا أفهم. أراهن أن له علاقة باقتراب القمر. الأفضل أن تسأل قسم الأساطير. ساعة الغد تعمل، قسم الأساطير. اسمعي هذا، في الليلة الأخيرة لاقتراب القمر من الأرض نزل أول مستوطن أوروبي هنا. عند اكتمال القمر خرج ساحر أمريكي أصلي من الغابة جائعا ومرهقا، خاف الإنسان الأوروبي من مساعدته. تصرف منطقي. الساحر لعن المكان، فكلما اقترب القمر تتجسد مخاوفهم وتنتقم منهم. لهذا ظهر وحش الشاطئ والنملة العملاقة الآن. تماما، إنهم وحوش عصرنا. أتتذكر تلك العلامة في شاشة السينما؟ يوجد مثلها في القصة. لابد من شدة ضوء القمر. عندما يسقط على صورة للوحش يجعله يتجسد. تقول الأسطورة إنه لا يمكن هزيمتهم إن أشرقت عليهم الشمس. ماذا سنفعل؟ لا وقت للأسئلة. مارتن، ديانا، بيلي، ماذا هناك؟ جاءني تقرير جديد، هناك وحش في تورينجتون. عندنا؟ التفاصيل تباعا. لا داعي، نعرف ما نتعامل معه. جافا مسخ المستنقعات المشاعة. لدينا الماسح الحيوي.
طبقاً للساعة يوجد مسخ واحد غير معروف بالمنطقة. نعم، وإن لم نرد أن يصبح صديقنا العزيز مسخاً مشعاً فيجب أن نسرع. أوحشني الوحل. نحن في الطريق الصحيح. ترى ما هي درجة تمسكه؟ جافا. هذه صورة سيئة لجافا. جافا قوم، لا تدعه يتحكم به. سيء هذا. يا صديقي أنت أقوى من اللعنة. قوي أنا. نعم إنه أقوى بالفعل. لقد فقدنا أثره. ماذا نفعل؟ الشروق بعد نصف ساعة. نعم، يجب إيقافه دون أن نؤذيه. حسنا، فلنحاول شيئا غير الهرب. كيف هزمت المسخ في فيلمك يا مارتن؟ هذا مضحك، لم أفكر بالأمر، كنت آمل أن أجدها خلال التصوير. رائع، من غيرك يصور فيلما بلا نهاية؟ حسنا، المسوخ بطيئة، يمكن أن نلصق يداه. دعيني أفكر. وجدتها. انظر، اشغل جافا حتى أعود أنا من المعمل. هذا ليس وقت معرض العلوم يا ديانا. جيني. وحش تقليدي يقطف فتاة ويقترب من مصدر قوته، والشمس ستشرق حالا. كيف لم أفكر في الوحل من البداية؟ ديانا النجدة. مارتن، النجدة. مارتن لا. قوي أنا. لن تهرب مني أبدا أيها المسخ المشع القبيح. آسف يا جافا. الآن إلى مدفع الرشاش. هيا رش. خذ هذا.
هيا إنه ناجح جدا. أضفت بعض الوحي وهذه النتيجة. سنرى. كما أنه سيحجب عن جافا ضوء القمر والشمس. أين أنا؟ رأسي يؤلمني. أنت سرت أثناء النوم وصدمت رأسك. سأعيدك لغرفتك. جافا مقيد. أحسنتم يا شباب، كل شيء تحت السيطرة. كنت أعرف أن معلوماتي عن الأفلام المرعبة والكوميدية ستفيد، كما أنني حصلت على نهاية فيلم القادم. وأنا حصلت على المعادلة الصحيحة لرشاشي. سأفوز بالجائزة الأولى بالتأكيد. جافا رجع جافا ثانية. شكراً. جافا نكتفي بهذا القدر. عفواً. ظهر يا جافا، من فضلك اختنق.